اذا بسمع مني مشاهدينا بصيرنا استقبل معالج النفسي دانيا دبيبو. اهلا وسهلا فيك دانيا. شفتك مهتمه هيك بالموضوع اللي عم ينطرح. لا هو كثير مهم لكل الناس يلي فعلا لازم يعرفوا يتوعوا على هالمرض بكير، خاصه الشباب والصبايا. دانيا اليوم رح نحكي عن استعمال او تاثير استعمال الهواتف الذكيه، التليفونات، الموبايلات. بنعرف تاثيرها سلبي، بنعرف انه ايجابيه ببعض المحلات، يعني وقت نقعد بلا تليفون. بس كمان يعني خلينا نضوي نوعا من التوعيه على مدار التليفونات بحياتنا، على قد ايه عم بتصير ادمان على هالتليفون. يعني انا بعرف من حالي، يعني اوقات اذا ظهرت من البيت ونسيته بكون رايحه يمكن على السوبر ماركت، برجع لاخذ التليفون. شو بتفكري؟ واوقات بقول يمكن مش عايزته، بس ليه هالادمان على انه يكون معي؟ بصير بخاف انه انقطع عن التواصل. يعني ايوه هيدي هي. شو هالشيء؟ هيدي سموها بالانجليزي نوموفوبيا، نو موبايل فوبيا. انه الواحد اللي بصير عنده عوارض كثير قويه من القلق والرعب انه لا ما يصير شيء وما مع التليفون. وهيدي مرات بتصير اذا عم تفضل بطاريه كمان او انه راح الارسال. صح. سو عم بتصير عند ناس كثير ادمان، معلقين كل الوقت بالتليفون، عم بصير في هلوسه مرات انه تنقشت النوتيفيكيشن، بيطلعوا ما في نوتيفيكيشن. مرات كثير بيكون في قلق انه ما اقدر او ابعت او استقبل. صح. رسائل او الادمان كمان بتعرفيه مرات انه اذا اجيكي رساله بدك دغري تبعتيها ترجعي تردي عليها. سو في ناس عندهم كثير شغلات. بتعرفي انه عم بصير ادمان لما الواحد بيكون حاطط التليفون ونايم وبصير بفيق بالليل ليشوف اجاني شيء. سو في ناس عم تعمل لهم كثير مشاكل اجتماعيه. صحيح. اللي حاطين راسهم بالتليفون وهن بيكونوا مع مجموعه او بعدهم عم بيستعملوا التليفون وبيعملوا حادث سير هن وعم بيسوقوا. سو في ناس كمان بتلفت لك نظرك انه لا كثير يعني انت زيديها بالتليفون. سو في ناس كثير عم في اوقات بينزعجوا يعني انه لا ليش مش زيدتها انا، يعني شو عم بعمل؟ عم شوف شو عم بيصير. شو عم لازم بيصير؟ شوف شو عم بيصير. ما قاعده مع ناس انت. صح. شو عم بيصير عندهم تعلق زائد فيه للتليفون اللي منشوف هلأ. هي منا تشخيص إدمان هيدا استعمال. نعم. التليفون الذكي. بس أنه عم بيصير عوارض مثل تماما اللي عنده إدمان على شيء، على التدخين، على القهوة، على كذا، أنه إذا ما كان موجود هالتليفون عرفتي بيصيروا القين. يعني عم نعيش. إيه؟ بيعيشوا قلق. إيه؟ او اكتئاب اذا نسيوا وقعد نهار بلاي، يعني بيصير مثل الضايع. بيقول. إيه؟ بيقول انا مثل الضايع بلا التليفون. إيه؟ ففي عندها مساوئ كثير. وهلا بلشت كثير تنعمل ابحاث على الدماغ شو عم بيصير. هلا نحن بنعرف جسديا يعني كثره هيدا تضلك حامله التليفون بايدك، وللناس اللي خاصه عم بيعملوا كثير اشياء تكستنج وهيك بيصير عندهم التهاب بالمفاصل. صحيح. تشنج بالعضلات والعيون، اكثر شيء عم بيأذي العيون، بيحمروا وبينشفوا وبصيروا بيزغلوا. سو هيدي الرقبه يعني طالما الواحد كمان قاعد حاطط كمان بصير في مشاكل بالرقبه نفسيا واجتماعيا. بتحسي انه كمان يعني هالتعلق الزايد الواحد صاير عم بيسلي حاله بالتليفون كل الوقت. لما ما يكون موجود التليفون بيشعروا كثير بالوحده وبالعجز انه ما معي تليفون شو بدي اعمل. او بيتجر يعني. إيه؟ لان بيقول لك التليفون فيه كل شيء، انا بتسلى هون. ايه هلا في اشياء بتسلى. ايه بس ما هي كثرته. بس في وسائل تسليه ثانيه. إيه؟ كمان عم ننسيها. مزبوط. صرنا خلص بس التليفون. على الدماغ كيف عم بياثر على. نعم. الدماغ بيقولوا لك القدرات الذهنيه كمان عم تضعف بكثره استعمال التليفون. وعم بيصير الناس عندهم يعني مثل قله تركيز. وعملوا دراسات عن انه قديش الواحد بيفهم هو وعم بيقرا على التليفون، بيفهم كثير اقل لانه بتعرفي عم بيكرج كل. صح. الوقت وبده ينط على المعلومه الثانيه. قارنوها باللي عم يقروا عن ورق، عن بكتاب مثلا او شيء، كثير الفهم اعلى بيكون. خبر النوم كثير عم بيعملوا دراسات على قديه مضاره، واكتشفوا انه هيدا التليفون كثير بس تكوني عم بتشوفيه قبل ما تنامي بيمنع فرز الميلاتونين، هيدا الهرمون تبع. نعم. اللي بيساعدك على النوم والراحه والهدوء، لان راسنا عم بيشتغل. مش بس هيك، الضوء، هيدا الضوء الازرق بسموه، انه كمان هو اللي عم يمنع الميلاتونين، وبصير بيعمل مشاكل انه بالنوم المتقطع. اللي بتودي ثاني يوم على كركبه وبتصير بتزيد مخاطر الاكتئاب والقلق. اجتماعيا التليفون كثير عم بخفف المهارات الاجتماعيه والعاطفيه، لانه صاير الواحد بيزق تليفون.
منرفز قلقان تليفون، ما عم بيتعلموا المهارات تعول التهدئه الذاتيه للعواطف مثلا. صح. واجتماعيا كثير عم بيتكلوا على التواصل على التليفون بالتكستينج، ما عم بيعرفوا بقى يحكوا. كمان اخر شيء عم بيقولوا، في دراسات بتقول عم بيعمل كسل ذهني الاتكال المفرط عليه. انه كنا نحفظ ارقام تليفونات قبل، هلا ابدا. يعني واحد اهله بطل يحفظ ارقامهم، متكل انه مسجلين بالتليفون. مزبوط. يعني هو اذا حافظ رقم يعني شيء كثير غريب. صح. حتى كل المواعيد عم نحطهم عليها، و 100%. يعني ايه اعياد الميلاد مثلا بيسهل لك حياتك. ايه بس انه لمعلومات اكثر صرنا ما بقى عم نتعلم عم نحفظ شغلات، لانه بس بدي اياها المعلومه في يطلعها بجوجل. هذا اللي بدي اقول لك اياه، انه هو اكيد نافع وعنده ايجابيه هيدي. صار يعني صار عندي انسيكلوبيدي بين ايدي، ما بقى يعني ما بقى اعطى الهم من وين جيب المعلومه، جوجل يعني بفوت على كل هالمحلات. بس كمان يعني صرت انا ديبندنت من هال كتير. من هال اذا مش موجود معي انا ممكن ما اعرف شيء. ما هي هيدا الكسل. هيدا الكسل يلي ما في تليفون يعني ما قادره اشوف المعلومه. دانيا، سؤالي قبل ما نوصل يعني علامات الادمان وكيف بدنا نخفف منها، وحتى الاولاد يعني صرنا بنسليهم بالتليفون وبنعطيهم تليفون سله. بدي اسالك اياه، قديش اوقات يعني نحن وتعلقنا بالتليفون والقلق اللي بنحسه اذا ما معنا تليفون، او كل او مثلا بجمعاتنا العائليه بروح تزور انا حدا بيقربني بقعد كل الوقت على التليفون، يعني قديش هيدا يعني عائق حتى بجمعاتنا العائليه، بعلاقاتنا داخل العائله، مش بس مع الاصدقاء، يعني داخل العائله الواحد بخف الكلام. ايه ما هي انه بصير الكل يعني بيروحوا ليزوروا التيتا مثلا، بتلاقيهم كلهم حملوا هالتليفونات وقعدوا، انه شو هالزياره هي. سو عم بتصير مثل نمط، في ناس عم بتوعي عليها انه بشرفكم شيلوا هالتليفونات. وبنشوف في مطاعم عم تعطي ديسكاونت مثلا للناس اللي بتخلي التليفون عندهم. حلوه إيه. انه العائله اللي بتترك تليفوناتها هيدي، وحتى صاروا مثل التدخين عم يعملوا ممنوع استعمال الهاتف بهيدا المحل. سو لانه عم تعمل هالحواجز اجتماعيا وهيك. صحيح. ولانه عم بتصير كثير متكلين عليه للتليفون بكثير شغلات للاسف. يعني كيف فينا نخفف من هالموضوع؟ يعني ديجا واحد صار معلق بهالشيء، والاخطر انه اوقات بنقول لاولادنا اذا نقوا كثير وهيك خد سله بالتليفون. فوت على يوتيوب. اوكي، خلينا بالشق الاول، انه لحتى نحمي حالنا ونحمي دماغنا بدنا نشوف نحن قديش عم نستعمله هالتليفون. التليفونات فيها سكرين تايم، قد ايه انت بتستعملي التليفون باليوم؟ في ناس بتوصل معها لسبع ثمان تسع ساعات، هيدا كثير كثير. حتى لو ساعتين ثلاثه بعده كثير، لانه الواحد اذا عم بيستعمل هالشاشه ما عم بيعيش ويشوف الناس على حقيقتها. مهم، سو بده يشوف هو قديش درجه التعلق بهالتليفون ولشو عم بيستعمله، يعني قد ايه ولشو. مرات بتحسي حالك انه بفرجوكي بالستاتستيك بالاحصاءات تعول التليفون انك اغلب الوقت على السوشيال ميديا مثلا. شو فيها افاده السوشيال ميديا؟ نحن بنستعملها للتسليه بس ما تكون الهدف. سو بدنا نحن نقعد نقدر نحن ليش عم نستعمله وقد ايه له منافع. هلا بنحكي على المنافع، بس انه ليش نحن كل هالاتكال عليه؟ اذا لقيناك زايد عن حدها نبلش في يعني نوعد حالنا نقلل عدد الساعات اللي بنستعمل التليفون، بانه نشيل ابلكيشنز معينين. في اشياء اللي جد ما عم بتفيدنا نشيلها، اذا بنعرف نحن عم نعلق فيها. بنعرف كثار عم بفوتوا على السوشيال ميديا وبيقلقوا، بدل الخمس دقائق عم بتروح ساعه وساعتين. سو هول الابلكيشنز فينا نشيلهم، وفي محلات بالتليفون اللي فيك تقولي انا ما تعطيني اكثر من ربع ساعه على هالويب سايت او على هيدي الابلكيشن. سو فينا نستعمل هيدي الطريقه، وفينا نطفي النوتيفيكيشن للناس اللي خلص لقيت حالها صار عندها هلوسه انه تن رن التليفون بدي اشوف شو فيه. نطفي النوتيفيكيشن لان دائما عندنا هيدا الفضول انه بدي اشوف. صح. ما يروح علي شيء. سو في كمان انه الواحد مرات يعمل مثل ديجيتال ديتوكس، يقول انه انا مثلا يوم السبت ما بدي استعمل التليفون لاقدر اتمتع بالناس اللي حوالي واقضي معهم وقت. هلا حيكون عم بيتفلفل بس هيك بيعود حاله انه معلش الحياه بتمشي.
وفي كمان انه يقول حتى نتجنب مضار هيدي القلق بالنوم بالليل، انه بعد السبعة خلص ما بدي انا احمل تليفون والايباد. ايه خلص بعد السبعة ما بدي احمل، بعد السبعة ايه، لانه عملوا دراسات اللي بيكون عندهم يعني لو قاعدين على الايباد اربع ساعات قبل ما يناموا فاتوا بالحيط بالنوم، يعني بصير عندهم قلق، بيقولوا ما عم بعرف ليه ما عم نام منيح، عم بتقطش. هلا عملوا دراسات انه اذا الواحد بيوقف استعمال التليفون الذكي هيدا بالمره مقارنه مع اللي بخفف، اي احسن للصحه النفسيه؟ اكتشفوا انه اللي بخفف كثير بتتحسن صحته النفسيه. سو ما عم نقول وقفوا او رجعوا مثل قبل، صح، خلينا نستعمله ناخذ المنافع منه، لان عن جد عنده منافع كثير ما حكينا عنهم، يعني المنافع على الصحه النفسيه طبعا. يعني هلا صرنا في ابلكيشنز معينين بتساعدك بالتغلب على القلق، تغلب على الاكتئاب، عندك هالكم المعلومات اذا انت بتتبعي ناس على السوشيال ميديا اللي بخلوكي تلهمي او بتتعلمي منهم اشياء، طيب هيدا منفع خليها. سو خلينا نقطف المنيح منه للتليفون، ونحن بركة التليفون هيدي عم نقدر نعمل علاج نفسي لناس، صح، عن طريق التليفون 100%. الناس اللي عايشين بعيد، الناس اللي ما بتقدر تظهر، هلأ التلي ميديسن، يعني حتى واحد بيشوف الحكيم بفيديو كول. سو في اشياء كثير منيحه للتليفون، وحتى في دراسات كمان ناقضت الدراسات تبعت الكسل الذهني، بيقولوا لك انه لا، ذاكرتك بتتحسن اكثر اذا انت عم تستعملي التليفون لتعملي تو دو ليست، او عم تعملي بتخزني فيه معلومات، بصير بيفضى مساحه بدماغك لهول المعلومات. لانه ارتاح وخلص، هو انه خلص مطمن، انا حاططهم عم وهو اصلا اذا بتعملي انت تو دو ليست على التليفون او على الورقه بتصير تتذكريها اكثر، يعني بدون ما ترجعي. سو خلينا يعني نعدل شوي استعماله. وكنتي سالتي على الاولاد اذا فكره منيحه نلهيهم بالتليفون، الاولاد اذا بتعطيهم التليفون كل ما بيبكوا او بنقوا او كذا خلص ببطلوا يتعلموا كيف يديروا عواطفهم، وببطلوا يعرفوا يتعاملوا مع عواطفهم. صحيح، وحتى بتتغير الاتيتيود تبعهم وبيصيروا متوترين. سو ما نلهيهم التليفون ممنوعه. شكرا دانيا دبيبو على هالشيء اللي بنحكي فيه انا وياكي دائما من حياتنا اليوميه، يعني بنفكر اوقات انه هيدا شيء عادي ونحن ماشيين مع الناس، لا، في كثير تفاصيل لازم ننتبه لها بتأثر على حياتنا النفسية. بشوفك الأربعاء الجايين. الله راد.